أحييكم على الهواء مباشرة من استوديوهات 218 نيوز في البلاد. الدكتور غسان سلامة رئيس البعثة الأممية للدعم السياسي في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. الفترة الأخيرة خلونا نتكلم عن قبل 6 شهور تحديداً أو 6 شهور ونص عشان يكونوا أكثر دقة. طرح الدكتور غسان سلامة خطة من 3 مراحل أو حط فيها 3 عناوين عريضة. العنوان الأول كان مسألة وقف إطلاق النار، وطبعاً الدكتور غسان سلامة يطالب ويناشد في المجتمع الدولي، وقدم 10 إحاطات قدام مجلس الأمن الذراع التنفيذي للأمم المتحدة، 10 إحاطات عشان هو يضع المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي قدام مسؤولياته ويطالب دائماً بوقف إطلاق النار. هذه الخطة الأولى أو المرحلة الأولى. الشيء الثاني أو العنوان العريض الثاني للدكتور غسان سلامة أنه هو طالب بمؤتمر دولي، مؤتمر دولي يجمع اللاعبين الإقليميين والدوليين اللي هم متورطين في ملف الأزمة الليبية. العنوان الثالث العنوان العريض ملتقى جامع ليبي ليبي أو ملتقى جامع مصغر يجمع الشخصيات السياسية اللي هي تتصدر في المشهد السياسي الليبي. على كل حال، شنو اللي تحقق للدكتور غسان سلامة من الخطة الثلاثية؟ وقف إطلاق النار ما زال صامد إلى الآن، ونتكلم على هدنة عشان يكونوا أكثر دقة في التوصيف، ما نتكلمش على وقف إطلاق النار، نتكلم على هدنة. المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي والقوى الفاعلة والبعثة الأممية قاعدة تحاول أن هي تطورها إلى وقف إطلاق نار. هدنة تتطور إلى وقف إطلاق نار، بعدين ربما تتطور لحلول سياسية. هكي المجتمع الدولي يشوف الأمور، هكي البعثة الأممية من وجهة نظرها الأمور تدار بهذه الطريقة. الشيء الثاني مؤتمر دولي. الألمان من فترة طويلة زي ما دائما نقولوا قبل تحضيرات برلين، في فترة مؤتمر باليرمو والألمان قاعدين يشتغلوا 24 ساعة على مؤتمر برلين اللي شفناه وتابعناه، وانفردت 218 نيوز بتغطية حصرية لكواليسه لأحداثه واللقاء اللي تابعته مع الدكتور غسان سلامة إلى آخره، وشفتوا النتائج والمؤتمر الصحفي لبرلين ومؤتمر برلين ونتائج برلين، وشفنا تناغم طارئ وشفنا تناغم نادر خلونا نقوله بين القوى الإقليمية، بين كل هالدول اللي هي مؤثرة في ملف الأزمة الليبية ومنخرطة في ملف الأزمة الليبية على مستوى سياسي وعلى مستوى عسكري وعلى مستوى أمني وعلى مستوى دبلوماسي بطبيعة الحال. شفنا تناغم في المواقف الإقليمية والدولية، وأصبح السؤال عندنا مسألة الهدنة، عندنا مسألة المؤتمر الدولي، شن مازال الدكتور غسان سلامة في حالة طبعا أن الهدنة مستمرة، في حالة أن الهدنة مازالت صامدة. الشيء اللي فاضل عند الدكتور غسان سلامة حوار جنيف أو حوارات جنيف اللي المفروض يكون بعد يومين، من المفترض أن هي تكون يوم 27 يناير 27 في شهر 1 في جنيف في سويسرا. كيف المقترح؟ المقترح 40 شخصية، 40 شخصية يجتمعوا في جنيف، 14 ممثلين عن مجلس النواب و14 ممثلين عن مجلس الدولة، وعندنا 14 شخصية أخرى عشان يسدوا بيهن الثغرة بتاعت التمثيل التوافقي، شخصيات من خارج المجلسين، شخصيات توافقية بين قوسين. يفصلنا تقريبا يومين على الموعد المعلن لاجتماع جنيف واللي برلين، واللي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضا صرحت وقالت نحن ندعم الخطة هذه ياهي ويجب إكمال ما بدأ في برلين، وتتكلم طبعا وتشير تحديدا للقاء جنيف أو مؤتمر جنيف اللي هو حيجمع الليبيين، ملتقى زي الملتقى الليبي المصغر اللي فيه 40 شخصية هضمي يدخلوا في حوارات سياسية. لكن طبعا في أسئلة واجدة على القصة هذه. ليش في أسئلة واجدة؟ لأن الذاكرة الليبية، الذاكرة الوطنية، الذاكرة التاريخية الليبية عندها تجربة سيئة مع حوارات السياسيين الليبيين. دائما عندنا عقبتين أو عندنا مشكلتين أساسيات جوهريات للأسف الواقع السياسي الليبي ما يبيش يطلع منهن. مشكلة التمثيل، دائما لما يتم الإعلان عن مفاوضات سياسية، عن حوارات سياسية، سميها ما شئت، حوارات، مفاوضات، اللي هي لما يبدأ التحضير ويبدأ الجميع كلهم يتكلموا ويحكوا يقولوا راهو في حوارات سياسية وفي مفاوضات وفلان بيقعد مع فلان، أول مشكلة تطلع قدامنا مسألة التمثيل، من يمثل من؟ هذه مشكلة موجودة في مجلس النواب، مشكلة موجودة طبعا في مجلس الدولة المؤتمر الوطني سابقا، من يمثل من؟ وبالمناسبة في مشكلة أو في مشدات في مجلس الدولة بحسب المعلومات المتوفرة عندنا في 218 نيوز، وفي مشاكل على التمثيل، من يمثل من، شن هو، رغم أنهم طرحوا 14 اسم ولكن في مشاكل على التمثيل، في زعل، في نوع من الانقسام، مش انقسام يعني بمعنى الانقسام، لكن يعني في نوع من التباين في وجهة نظر، خلونا نقوله ما نقولوش انقسام. مشكلة التمثيل هذه دائما تواجه فينا في أي حوارات سياسية، صارت معنا في حوارات تونس وقبلها في الصخيرات وفي كل مكان، يبدو أنه هو قدر سياسي
تقدرش تعرف الذهنية السياسية الليبية، وتقدرش حتى تتنبأ بتصرفات السياسي الليبي مع استثناءات نادرة. مشكلة التمثيل جينا مشكلة ثانية وعقبة أخرى، لما يصير من التمثيل ويلقوا الجماعة ويتوافق ويقول والله هالجماعة ضمي مثلونا هال 14 اسم ضمي حيمثلوا هذا الجسم السياسي، وننطلقوا في حوارات ويتكلموا باسمنا وباسم مصالح الشعب الليبي، وكل حد طبعا شفنا هو يمثل في مصالح الشعب الليبي بالنسبة للسياسيين الليبيين، يقعدوا على الطاولة تبدأ الحوارات يستبشر الجميع. نخشوا في عقبة ثانية وأخطر عقبة، وعقبة مزعجة بصراحة، عقبة الأسماء المحاصصة. تمثيل نتريحوا من مشكلة التمثيل ننتقلوا إلى مشكلة المحاصصة، من اللي يمشي ومن اللي يقعد، مشكلة معقدة دائما وجهوا فيها. صارت في حوارات تونس لما بعث الأممية قالت الأمور 100% في 4-5 أيام، وكانت عندنا تغطية حصرية لقنوات 218 لحوارات تونس بالمجلس الدولة ومجلس النواب. نحن قاعدين نحاول نذكر الآن، نشوفوا في التحولات التاريخية عشان نفهموا وندرك الواقع الحالي ومستقبل حوارات جنيف من غير ما نعطوا فيه حكم، لكن نشوفوا التجربة كيف مشت الأمور، ربما يكون في نضج سياسي الله أعلم. غطينا تجربة حوارات تونس في رابع وخامس يوم، كانت الأمور كلها ممتازة، توافقات عظيمة، بل إن البعثة الأممية قالت الأمور انحلت، الأزمة الليبية انحلت وفي توافقات كبيرة جدا بين المجلسين. فجأة نصطدم بعقبة الأسماء، والجماعة داروا حادث سياسي وخبطوا في قصة الأسماء هذه، ومن اللي يمشي ومن اللي يقعد، وانتهى التوافق. واكتشفت البعثة الأممية أن هي يبدو أن هي ضخمت نتائج التوافقات وصارت المشاكل هذه. دخلنا في عقبة الأسماء، ولما قالوا من اللي يمشي ومن اللي يقعد بدوا عاد في القصة المحاصصة الجهوية الإقليمية، شيل من رأس هذا وحط على رأس هذا، وهكذا تدار الأمور. وكانت نهاية شنيعة لحوارات تونس. البعثة الأممية لم تيأس، قالت نحن لازم ندير حوارات ثانية، وفعلا دخلت المجالس مجلسين في حوارات ثانية ولجان الحوار، والجميع يتكلم ونستبشر خيرا طبعا، ونواجه في نفس المشكلة اللي هي مشكلة وعقبة الأسماء، من يمثل من ومن اللي يمشي ومن اللي يقعد وكيف تدار الأمور، ويبدأ النقاش على المواد، ويبدأ تشوف أن الاختلافات أكثر من أي شيء ممكن هو يجمع أي سياسي ليبيين في نغمة توافقية واحدة، في صوت هرموني واحد يبدأ يتكلم. يعني في تشوف أن في إخفاق في مسألة هندسة المصالح السياسية، كل حد عنده مصالح جزئية، لكن ما فيش الفريقين ما قدرش أن هم يهندسوا هالمصالح الجزئية هذه على مساحة مصالح وطنية شاملة، ويعلو من المصلحة الوطنية العليا ويتخذوا قرارات شجاعة في توقيت معقد، ويوفروا على الليبيين الوقت، لأن الناس ضاع وقتها، ليبيا ضاع وقتها، البعثة الأممية ضاع وقتها، المجتمع الدولي أهدر وقته. وفي حاجة خطيرة، لما المجتمع الدولي أو المجتمع الإقليمي يخش معك في تجارب واجدة ويدعمك في تجارب واجدة في مسألة الحوار السياسي، في مسألة حل المشاكل وإدارتها بشكل سياسي وحل الخلاف السياسي، لما يدخل معك في أكثر من اتفاق سياسي وفي أكثر من تجربة يصيب نوع من الملل. راهي حتى الدول تمل، حتى القيادات الغربية والقيادات اللي هي قاعدة الآن ترسم في سياسات العالم، في بعض البؤر بعد فترة تمل، لما تمل تبدأ في شغل آخر وفي خطة أخرى لها علاقة بالزمن، عنصر الوقت، وهذا جزء من خطة الأمم المتحدة في مشاكل واجد وفي أماكن وفي بؤر ساخنة وفي بلدان ودول صار فيها حروب أهلية وصراعات وقصص طويلة عريضة، يخلوا في الأمور لا عند ما ينهك الجميع، يعني يخلوها تدالف كلها فترة طويلة، لما يملوا منها ويبدأ أنه ما عاش في حلول تبدأ المعارك وتبدأ الحروب. وبالمناسبة الحروب حتى هي سياسة، نوع من أنواع السياسة للحرب، أمتى يصير حرب ومتى تدخل في معركة؟ لما تفشل الحلول السياسية، لما تبدأ في مشاكل سياسية معاش تنحل بشكل سياسي، تدخل أنت في الشكل العنيف، تدخل أنت في الشكل السياسة العنيف. طبعا هذا تفسير وليس تبرير، عشان حد يقول لي قاعدين تتبرر ولا تديروا في حاجة، هذا تفسير للأمور ليش هي تصل للأمور السيئة هذه، لأن الحوارات السياسية تفشل. وهذه وجهة نظر الناس في جزء، في جزئين عندنا أو في شريحتين من النخب، ومعاهم جزء من الرأي العام ومن المثقفين ومن الناس اللي هي تشوف المشهد. جزء يقول والله راه المشكلة في ليبيا هي مشكلة سياسية وبالتالي تتطلب حل سياسي، لكن هذا الطرف اللي يتكلم في أسئلة واجدة أنه محتاج أنه يجاوبنا عليهن ويجاوب الناس عليهن، منها مسألة الميليشيات والمجموعات المسلحة، وكيف من الممكن أنت تحل المشاكل هذه مع المجموعات المسلحة، كيف أنت تتكلم على حلول سياسية، كيف ممكن تحكي معها مع مجموعات مسلحة راكمت السلطة والنفوذ والمال في 8 سنوات، في مجموعات مسلحة راكمت سلطة ومجد مادي ومجد سياسي وعندها نفوذ كبير،
كيف تتخيل أنها هي تتنازل عنها وتقول الليبيين تفضلوا وديروا دولة مدنية ديمقراطية ودولة سلام ونحن نضع أنفسنا قدام القضاء والقانون الليبي؟ يعني أشياء تقدرش تصدق أنها هي ممكن تصير. هذا من جانب. من جانب آخر الناس اللي يقولوا لا، المشكلة في ليبيا هي مشكلة أمنية وتتطلب حل أمني، ويقول لك عندنا 20 مليون قطعة سلاح وعندنا ميليشيات لا ينفع معها حوار ولا شيء، فشلت كل الحوارات السياسية، ويبدأ يستشهد بالتجارب اللي صارت في الحوارات السياسية بين المجلسين وبين القصص وبين الشخصيات السياسية وكيف أن الطبقة السياسية خيبت أمل الناس، إضافة للإخفاق السياسي، إضافة للفساد المالي والفساد الإداري والجهوية والقصص هذا، وعدم الجدية في العمل، ما فيش جدية في العمل، ما فيش إحسان في العمل، ما فيش احترام للديمقراطية والأصوات اللي جابتهم، يبدأ يطرح لك كل الأشياء هذا. ولكن أيضا حتى الناس اللي تقول والله راهي المشكلة أمنية وتتطلب حل أمني، في أسئلة أيضا هم مطالبين بالإجابة عليها. الناس اللي تقول والله راهو الحل الأمني أو الأزمة أمنية وبالتالي تتطلب حلول أمنية، تبي تسأل عن أشياء واجدة، تبي تسأل عن ليبيا، تبي تسأل عن الاستقرار الاجتماعي بما أن الحل الأمني، وانت عارف أن الحلول الأمنية له في مرحلة من المراحل تسبب لك مشاكل على مستوى النسيج الاجتماعي، كيف تبي تحل الأمور؟ شن هو مشروعك للمصالحة؟ شن هو مشروعك للديمقراطية؟ شن هو مشروعك للحكم والسياسة؟ هذه كلها أسئلة تطرح، ومن المفترض اللي يقول هذا راهو مشكلة أمنية نحن نحتاج حل أمني، من المفترض أنه هو يجيب عن كل هذه التساؤلات. إذن نحن قدمنا حدث مهم، من المفترض أنه هو مهم، حوار بين المجلسين، رغم أن في جزء من الناس زعلانين، عندهم خيبة أمل، لأن لهم فترة طويلة هم يرجوا ويطاردوا في مجلس النواب مجلس الدولة، لأن 4 سنين طاردوا فيهم، يعني البعثة الأممية والمجتمع الإقليمي والدولي وحوارات، وشن صار يا جماعة درتوا توافقات، ليش مش قادرين تديروا توافقات، الاتفاق السياسي شن، كيف تقدروا تشتغلوا به، هل من الممكن ترميم الاتفاق السياسي والعمل به بحكم انه هو قاعد الاطار الوحيد للعمليه السياسيه في ليبيا؟ طيب يا سيدي انت تقول الاتفاق السياسي هذا في خلل، شن هو البديل؟ البعثه الامميه دائما تسال في هذا السؤال. البعثه الامميه ما عندهاش مشكله لو ان كل السياسيين في ليبيا من شرقها لغربها من جنوبها لشمالها يجيبوا لهم خطه ويقول لهم هذا راهو الاتفاق السياسي، ما عادش نبوه. ولكن نحن السياسيين الليبيين كلنا توحدنا وتوحدت رؤانا بمعجزة إلهية، وعندنا هذه الوثيقة الجامعة الشاملة ونبغى نديروها. والله ما تقول لهم لا البعثة الأممية ولا الأمم المتحدة، المجتمع الدولي لما يجوا الليبيين كلهم ويقولوا راهو هذا هو الحل اللي نبوه، ما فيش حد يقدر يقول لهم لا إطلاقا، خصوصا الناس اللي يعني تقول أنا نحن نمثله في الناس، أتكلم على مجلس النواب اللي هو آخر سلطة منتخبة ديمقراطيا، مجلس النواب على كل علاته اختلفنا واتفقنا معه دائما ننتقدوا فيه 24 ساعة ننتقدوا فيه، والمشاهدين الأوفياء عارفين احنا دائما ننتقدوا في مجلس النواب، رغم ذلك مازال هو الجسم الوحيد المتبقي اللي محافظ على مسار الديمقراطية اللي بدأ في 7/7/2012، الجسم الوحيد اللي تم انتخابه بشكل ديمقراطي، ديمقراطية تنافسية بشكل ديمقراطي مباشرة من الشعب الليبي صاحب السيادة على أرضه. رغم أن ناس واجدة يقولوا من المفترض من الناس اللي يدعموا في مسألة الديمقراطية التنافسية ما يدعموش في برنامج التوافق والمحاصصة السياسية، يقول والله مجلس النواب كان من المفترض أنه ما يدخلش في الاتفاق السياسي. ليش؟ لأن مجلس النواب حينتقل من شرعية الصناديق والناس والليبيين اللي انتخبوا أعلى سلطة تشريعية في البلد، ينتقل لمسار ثاني اللي هو المسار التوافقي. إذا تبدأ شرعية توافقية، شرعية تأخذ من الاتفاق السياسي بعد تأخذ من صناديق الانتخابات. رأي الناس يطرحوا فيه، ومع ذلك هو جسم منتخب ديمقراطيا. قدمنا 27 وقدمنا تحديات كبيرة جدا. هل يقدر المجلسين أو الممثلين لمجلس النواب ومجلس الدولة المؤتمر الوطني سابقا، هل يقدروا يديروا توافقات في الظرف الدقيق هذا؟ البعض يتساءل قاعد الآن شن هي مقومات اتفاق سياسي ناجح، وفي ناس عندهم شكوك ومخاوف، يقولوا مجلس الدولة الآن مسيطر عليه الإخوان المسلمين، مسيطر عليه الإسلام السياسي يقود فيه بكل وضوح بشهادة الجميع، شنو هو السقف اللي يتكلم به مجلس النواب ويتكلم تحت مجلس النواب مع الإسلاميين والإخوان المسلمين؟ هذا سؤال من الناس. فالمقابل في سؤال أخرى بخصوص مجلس النواب، البعض يقول مجلس النواب بالانقسامات اللي فيه، الانقسامات فيه اللي قبل 4 أبريل بالمناسبة، من أول ما تم تهجيره من المجموعات المسلحة من طرابلس إلى مدينتنا الليبية طبرق، وناس واجدة تطرح في التساؤل هذا، خصوصا لما هم يشوفوا في سياسات مجلس النواب وفي الشغل متاعه كسلطة تشريعية، بدأ في شكوك أنه هو هل فعلا مجلس النواب يمثل في كل الليبيين؟ ناس واجدين يطرحوا في هذا السؤال، يقولوا هل فعلا مجلس النواب
يمثل في درنة وبنغازي ومصراتة وطرابلس والزاوية والكفرة وودان، يمثل في الدنيا هذه كلها، وفي غات وفي طبرق اللي هو موجود فيها، اللي هو الآن موجود في بنغازي عفوا. فالناس تتساءل هل فعلا هو يمثل في كل الليبيين؟ هذا سؤال أيضا، بما أن مجلس النواب حيكون يوم 27 أو الممثلين مجلس النواب حيكون يوم 27 قاعدين مع مجلس الدولة ويتكلموا ويحكوا ويتناقشوا على الكثير من القضايا، مسألة الحوار السياسي. وأيضا مش معروف هل حيكون الحوار السياسي تحت سقف الاتفاق السياسي بكل وضوح. والله نحن نتكلم الآن على تجاوز ضمني للاتفاق السياسي بحكم أن المجتمع الإقليمي وحتى الأمم المتحدة، خلونا عاد نحكوها هيك بشوي بنوع من الوضوح، كأن الجميع تجاوز الاتفاق السياسي، كأن الاتفاق السياسي معش أصبح شيء تقدر تتكلم وتحكي عليه. اتفاق مليء بالثغرات وبالخرقات، مفيش حد فكر أنه هو يرممه، ما عرفوش كيف يرمموه، ما عرفوش كيف يعدلوا المواد. مشكلة أصبح معضلة، لهم قادرين يتجاوزوه، لهم قادرين يجيبوا بديل، لهم قادرين يشتغلوا به، لهم قادرين. مشكلة حقيقية قصة الاتفاق السياسي بالنسبة للناس اللي هم اطلعوا واشتغلوا في الاتفاق السياسي وحاولوا يعدلوه ودخلوا في حوارات ودخلوا في نقاشات طويلة عريضة على مسألة الاتفاق السياسي. شنو هو المتوقع من حوارات جنيف؟ هذا هو سؤالنا. وطبعا كان من المفترض أن يكون معنا أو ينضم لنا النائب، سيادة النائب عز الدين قويرب عن مجلس النواب، نفهموا منه شنو هي الآلية اللي بيشتغل بها مجلس النواب في حوارات جنيف، ونتمنى طبعا أن يكون معنا واحد من مجلس الدولة يقول لنا مجلس الدولة شنو بيديروا بعد ما هم رشحوا 14 اسم، تحت أي سقف، شنو هي المطالب، شنو هي النقاط والله اللي ممكن تتقاطع فيها المصالح بين قوسين، شنو هي نقاط الاختلاف، شنو هي نقاط الالتقاء، عشان احنا نتكلم على حوار سياسي متين أسسه صحيحة تقدر أنت تشتغل به، تقدر تشتغل به البعثة الأممية، يقدر يشتغل به الجميع ويحظى باحترام وقبول عند المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي. يقول والله الناس هضمي أنجزوا ما عليهم، والسياسيين اللي بينا هضمي والله يدروا موقف شجاع جدا، تنازلوا في إطار مصالحهم الجزئية. يعني مش معناه أنك أنت تتخلى عن كل مطالبك، لكن يعني تحاول أنك أنت تكون مرن، تتنازل عن بعض الأشياء عشان أنت، لأن المشكلة مش عارف إذا أغلب السياسيين اللي بينا عندهم فاهمين الجزئية هذه أو لا. جزئية معروفة، احنا ما ناش سياسيين لكن معروفة في السياسة. مستحيل انك انت تمشي في السياسة بخط مستقيم، انت تبي تصل لهدف معين تنطلق من النقطة هذه الى النقطة هذه، لا يمكن انك انت تشتغل سياسة في خط مستقيم وتوصل مرة واحدة. تبي انت تقدم تنازلات، تبي تنتقل لنقطة معينة عشان بعدين انت توصل للنقطة النهائية اللي هي وجهتك او غايتك الرئيسية. مراحل، ما فيش خط مستقيم وماشي. انت تبي تقول انا بنحل المشكلة بخط مستقيم، اذا انت تبي تقول لا، المشكلة أساساً أمنية، ما تبيش حل سياسي، أنا عندي حلول أخرى. وهذه وجهة نظر مطروحة، والبعض يقول والله وجهة نظر ناجحة. لما نتكلموا عن الأزمة الليبية في جزء يقول في الكلام هذا، يقول والله هذه خطة ناجحة، المشكلة الأمنية تتطلب حلول أمنية، ودرنا حل أمني في بنغازي ونجح، نموذج ممتاز، ودرنا حل أمني في درنة ونجح، ونموذج ممتاز، ودرنا حل أمني في فزان وفي الجنوب ونجح. وهذه تمثل في وجهة نظر الجيش الوطني، القيادة العامة للجيش الوطني تشوف أن ليبيا مشكلتها أمنية وتتطلب حلول أمنية. لكن أيضا نرد من جديد نقول لنا حتى هذا الخيار في أسئلة من المفترض أصحابه يجاوبوا عليه. نرجع من جديد لخيار الحل السياسي، أيضا نبوا تصورات واقعية، ليبيين يبوا تصورات واقعية. لما تقول راهي الأمور تحل بالسياسة، أي حاجة تحل بالسياسة، مشكلة سياسية لازم تعطينا تصور واقعي. مش عاد لما نسألكم نقول لك المجموعات المسلحة هذه ايش يصير فيها، تقول والله يتم دمجهم ومش عارف شنو، كلام، مجرد كلام. لا، خطة حقيقية وخطة شجاعة فيها عناوين عريضة، فيها آليات للمراقبة وللضبط، مش انه والله يتم دمج المجموعات المسلحة. وانت عارف ان مجموعات مسلحة على سبيل المثال لها 8 سنوات قاعدة تسرح وتمرح في ليبيا. اذا غسان سلامة متفائل، ولكن طبعا الدكتور غسان سلامة دائما تفاؤل حذر، خصوصا لما يتعلق الأمر بمجلسي النواب والدولة. دائما نجد الرجل حذر جدا، ونجد البعثة الأممية للدعم السياسي في ليبيا حذرة. ولاحظوا أن بعد أخفقت حوارات تونس، وأخفقت الجولات الماراثونية للحوارات بين لجان الحوار في المجلسين بعد حوارات تونس، البعثة الأممية اقترحت، قالت الأمور السياسية بدونها صعبة، اقترحت معالجتين، معالجة اقتصادية والمعالجة الأمنية.
طبعا للأسف الشديد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج ما درش فيه شيء. الترتيبات الأمنية كانت صفر، ما درش فيه أي شيء، والإصلاحات الاقتصادية أو الترتيبات الاقتصادية بفضل جهد من البعثة الأممية للدعم السياسي داروا فيها جزء بسيط، وبعدين ما عاش تقدموا أي خطوة في مسألة ترتيبات اقتصادية أو إصلاحات اقتصادية، خصوصا أنت تحكي على فساد. صعب أنك أنت تتكلم وتحكي بجدية وتقول والله ندير إصلاح اقتصادي والفساد هو الأصل. الفساد يحرك في كل شيء في ليبيا، في كل شيء الفساد يحرك في السياسة ويحرك في الاقتصاد ويحرك في كل شيء. فساد المحرك الأصلي والأساسي لكل شيء، هذه هي حقيقة. بل أن فساد راه قاعد يتجلى في مستويات خطيرة ومرعبة، قاعد يتجلى في ثقافة عامة، قاعد يتجلى في قواعد، قاعد يتجلى في منطق. الفساد قاعد يصنع في منطق عند السياسيين الليبيين والمسؤول الليبي، المنطق بتاعه هو منطق الفساد، ما يشعرش أنه هو في خلل لما هو يكون سياسي أو مسؤول فاسد إطلاقا. ومرات ما يكونش فاسد ماليا، القصة راه الفساد مش بس أنك أنت تجد ماليا وتجد تسرق وتأخذ في فلوس الليبيين وتحط فيه في جيبك، مجرد ما أنت تكون أخفقت سياسيا، خصوصا في توقيت حرج تمر به ليبيا، قاعدين في توقيت معقد من درعانها تنجى ولا ما تنجى، وأنت تخفق وتقعد مصر وتقول أنا أموري ممتازة، ما تبيش تعترف ولا تقبل النقد ولا تعترف بأخطائك أو تكون أنت مسؤول، وعندك ناس فاسدين وسراقين وتقول أنا المهم أني أنا مانيش فاسد مش سراق، أنت فاسد لأن المجموعة اللي معك مجموعة فاسدة وهكذا. إذا الأمور معقدة، وإذا الجميع قاعد ينتظر في حوار المجلسين. في بعض التسريبات تتكلم وتقول والله التيار الإسلامي السياسي قاعد يعطل في مسألة حوار جنيف بقدر الإمكان، لأن حوار جنيف قاعد مربوط بشيء معين، قاعد مربوط بالهدنة. ما دام حوار جنيف مازال ما بداش والهدنة قائمة، رأيي مش معروف هل هو رأي دقيق أو رأي غير دقيق، ما تقدرش تحكم فيه، ولكن نحن كلنا قاعدين في إطار التكهنات والتوقعات، لأن من جديد السياسي الليبي صعب أنك أنت تتنبأ أو تتكهن بتصرفاته، ما تقدرش تدير أي توقع. حتى مسألة التحليل السياسي تكاد تكون مستحيلة في ليبيا. ليش؟ لأن السياسي الليبي يتصرف بارتجال، ما يشتغلش سياسة، ما فيش واحد قاعد يقدم لك في عمل سياسي بناء على المعطيات اللي هو يدير فيه، تبدأ أنت والله تحلل الموضوع بشكل سياسي وتأخذ المعطيات وتقيس عليهن وتكون صورة شاملة وتقول والله بحسب المتاح والمعطيات نقدر نقول كذا وكذا، ما تصيرش. السياسي الليبي بالارتجال، يزعل مرات يغير كل رأيه، يزعل من سياسي آخر. طبعا السياسي في العالم ما يزعلش، السياسي الوحيد اللي يزعل هو السياسي الليبي، هذه لا يمكن تفهمها. أنت محتاج قدرات استثنائية عشان تفهم ليش واحد يشتغل في سياسة ويزعل، هذه عمرها ما صارت. عندنا أسئلة واجدة للنائب عز الدين قويرب اللي طبعا وعدنا أنه هو يكون معنا وكان من المفترض أنه يكون معنا على رأس الساعة، نستفيد من وجوده بحكم أنه هو قاعد في داخل أعلى سلطة تشريعية في البلد، نشوفه مجلس النواب في أي اتجاهات ماشي، خصوصا في حوارات جنيف، خصوصا أن حوارات جنيف يعني التصريحات الرسمية من مجلس النواب تصريحات شحيحة عليها تقريبا، ما فيش حد عنده صورة كاملة جدا عن الآلية المتبعة لمجلس النواب في الحوارات القادمة اللي مفروض تكون بعد يومين حوارات جنيف. حنتكلموا أكثر على التفاصيل هذه، لكن نبي نطلع فاصل قصير، بعد الفاصل القصير نتكلموا من جديد عن هذه التفاصيل. إذن أهلا بكم من جديد، ونحن نتناقش على أهم حدث الآن بعد انتهاء برلين. عندنا حوارات جنيف بين المجلسين والجميع يتكلم على حلول سياسية ومشاكل سياسية. خلوني نرحب بضيفنا اللي ضمننا من تونس الجارة والشقيقة، السيد باسل الترجمان، صديقنا الصحفي والمحلل السياسي. سيد باسل طبعا دائما راهو سعداء نحن بوجودك معنا. وخلينا نسألك الآن، برلين وانتهى ونتائج برلين الجميع يراقب فيها هل حتطبق على أرض الواقع أو لا، لكن خلينا عاد في حوارات المجلسين وتونس. تونس استضافت أو دارت محاولة وفتحت أبوابها وقالت تعالوا تحاوروا عندي مجلس نواب مجلس الدولة، وانتهى بإخفاق مخيف. لكن خلينا نكون متفائلين، المعطيات متغيرة، الظرف الإقليمي الدولي متغير، في ضغط من برلين، المجتمع الإقليمي المجتمع الدولي الجميع يضغط، هل نتوقع هذا يترجم على توافق بين مجلس نواب مجلس الدولة؟ أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. من نعم. معكم في قناة يعني القضية المهمة
تتصور اليوم انه هو ماذا بعد برلين؟ يعني هذا السؤال المهم. الى هذه اللحظه لا يوجد اي شيء سوى هو ما يمكن ان نسميه وقف ستاتيكو، هي بقاء الحال على ما هو عليه، وليس اطلاق نار، ولكن هو صح التعبير يعني حاله هدنه مؤقته لا نعرف كيف يمكن ان تنتهي او كيف يمكن ان تستمر. لا توجد اليات نراها يعني على ارض الواقع، الاشتباه والفصل بين القوات له يعني اجراءات تتخذها القوات العسكريه على الارض. ما نسمعوش فيك سيد باسل، يا ريت تعاود الجمله الاخيره لان صوتك مش واضح. الو يا ريت تعاود الجمله الاخيره بس. قلت انه فضل الاشتباك هو فضل الاشتباك هو يتم عبر اتفاق عسكري على الارض، وهنالك اجراءات تتخذ يعني تتخذ، وليست قضيه اعلانات سياسيه او اعلانات في وسائل الاعلام. وبالتالي نحن فقط امام هدنه لا نعرف اين متى ستستمر او كيف ستستمر، ولكن الى يوم الناس هذا لا يوجد اليه فصل اشتباك او وقف اطلاق نار جدي على الارض في طرابلس. يعني اذا فهمتك بدقه سيد باسل، يعني كانك تبي تقول ان الاجسام السياسيه او ممثلي مجلس النواب مجلس الدوله ما يمثلوش بدقه في الناس اللي موجودين على الارض، نتكلموا على القياده العامه للجيش الوطني ونتكلموا على المجموعات المسلحه او الميليشيات المواليه للوفاق اللي يتحاوروا في جنيف، يعني يكاد يكونوا منفصلين عن القوى اللي موجوده على الارض. يعني اللي يتحاوروا في جنيف حاليا هم ناس بعيدين عن الواقع والمشهد السياسي الحقيقي في ليبيا، يعني جزء من المشهد الليبي، ولكن المشهد الليبي الحقيقي يمثله بنسبة أساسية وكبرى الجيش الوطني الليبي بقيادته الوطنية، وهنالك الطرف الآخر اللي هو عبارة عن مجاميع ليس يعني ليس لها واحد. الفرق ما بين الجيش الوطني الليبي وبقية المجاميع التي أراد تمثيلها السيد فايز السراج وكان معه فتحي بشاغة وآخرون، لهم وجه سياسي واحد، هم مجموعة من الوجوه، وبالتالي أنت تتحاور مع مجموعة سياسية وليس مع جهة سياسية، وهذا هو الخلاف الأساسي واقع الأمور في مناطق الشرق شرق ليبيا، وعلى حسب الجيش الوطني الليبي بقيادة المرشد خليفة حفتر وبين بقية المجاميع. وبالتالي من الصعب أن يكون هنالك الآن حوار بالمفهوم السياسي بعض من أجل أن يكون هنالك حوار من المجلس الأعلى للدولة وعدد من النواب. باعتقادي أن المجلس الأعلى للدولة مغيبا وغائبا تماما عن كل المشهد السياسي الليبي، واليوم مع كثير من النواب، ولكن قد تكون يعني سياحة المؤتمرات واللقاءات في جنيف بعد بيلا أمر مهم بالنسبة لهم. طيب إذن كيف نفهمه سيد باسل؟ إذا كانت الأمور زي ما تقول، كيف نقدر نفهم الضغط الأممي، ضغط الناس اللي اجتمعوا في برلين وخرجوا بالتوافق إقليمي دولي ويضغطوا بالاتجاه هذا ويشجعوا بقوة على حوارات جنيف؟ شنو هو المغنى؟ يعني المغزى السياسي من القصة هذه كلها لابد أن يكون عندهم مغزى، القوة الفاعلة الكبيرة. نعم، المغزى السياسي الأساسي يتمثل بتقديري هو في أن محاولة صناعة صورة يمكن تسويقها في المرحلة القادمة إلى هذه اللحظة، لأن نحن فهمنا أن مؤتمر برلين كل النتائج التي خرج بها هي يعني إيجاد هدنة هشة على الأرض، وبالتالي هم يحاولون اليوم أن يبحثوا مرة أخرى بعد 9 سنوات من عمر النزاع في ليبيا عن آليات جديدة لفض النزاع. يعني القضية أصبحت نوع من إعادة تكرار صناعة المشهد الفاشل إن صح التعبير يعني في السينما. القضية الأساسية اليوم أن هنالك أيضا دعوة من الجزائر خلال اجتماع مؤتمر الستة لأطراف ليبيا من أجل اللقاء في الجزائر، والجزائر يبدو أنها تسعى لاستضافة حوار مع قبائل في جنوب ليبيا من خلال علاقات وارتباطات مع القبائل في جنوب الجزائر.
ايضا هنالك جهود تونسيه من اجل حوار تجمع للقبائل، وبالتالي هذه الاشكاليه الجهود الكل هي سعي من اطراف متعدده من اجل البحث او السعي الى الوصول لفكره قد يمكن ان تجتمع عليها يعني الفرقاء الليبيين في المرحله القادمه، ولكن كيف سيكون ذلك او كيف يمكن انتظار ذلك؟ نعم. ما زال مبكرا الحديث عن تحقيق نتائج، لان مؤتمر برلين لم يستطع ان يقدم. نعم سيد بس. نعم. اشكرك جزيل الشكر الصحفي والمحلل السياسي سيد باسل الترجمان، كنت معنا من تونس، احنا نتكلم عن حوارات جنيف. خلينا نرحب بعد من بنغازي بالنائب عز الدين قويرب، نائب في مجلس النواب في البرلمان الليبي. سياده النائب عز الدين، سعداء طبعا جدا بقبولك الدعوه، وانضمامك لنا. احنا قاعدين نتكلم على حدث مهم جدا على حوارات جنيف. تحيه مسائيه طيبه ليك يا اخوي خليل ولكل ضيوفك ومشاهديك الكرام. نعم. اسمح لي على التاخير. نحن الآن نتساءل والجميع يتساءل سيد عز الدين على الآلية، هل مجلس النواب حدد آلية بيشتغل بيها في حوارات جنيف؟ والبعض يتساءل عن حواراته مع مجلس الدولة، وعندنا الجميع عارف التجارب السابقة في مسألة الحوارات. شن يقدر يشتغل مجلس النواب مع مجلس الدولة اللي يسيطر عليه الإسلام السياسي؟ وهذا سؤال من الناس. هو قبل أن نخش في تفاصيل خلينا نحط مجموعة محددات للنقاش. نعم. أو للموضوع المطروح. الحوار اللي الآن انبثق من جديد كان يرتكز في الأساس على عملية وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، وهذا نعم. الكلام تقرر في برلين من خلال الدول الفاعلة والمتدخلة في الشأن الليبي التي اجتمعت في برلين بناء على طلب من السيد غسان سلامة الذي قدم هذا التصور في إحاطة لمجلس الأمن في السابق. بالتالي الدول الآن أصبحت يعني تريد أن توقف بعضها لو صح التعبير، خاصة تركيا التي أرادت أن تتدخل بقوة وهددت بإرسال جنود نظاميين وكذا، فبعض الدول الأخرى يعني التي تهدد هذا الأمر مصالحها يعني كلها اجتمعت في برلين وقرروا أنهم يوقفوا النار ويعودوا للعملية السياسية. الآن احنا في مجلس النواب ما نقدروش نتحدثوا عن صورة واضحة للحوار القادم إذا كان ما فيش وقف جدي لإطلاق النار، لأن هذا الحوار مبني على شيء يعني مازال لم تتضح معالمه حتى الآن. يعني صحيح فيه هدنة، صحيح وهي بالمناسبة تتعرض لخروقات عديدة يعني، وأيضا فيه محاولات لتثبيت أو ل لتشكيل لجنة 5+5 هذه المعنية بتثبيت نعم. نقاط الخصوم ووقف إطلاق النار. هذا الأمر يعني بعدها يبدأ الحديث عن المسار السياسي والحوار. طبعا الحوار نفسه أو أطراف الحوار اللي حددها السيد غسان سلام وحددوها المجتمعين في برلين بأن الحوار سيتم وفق الاتفاق السياسي، والهدف منه تغيير أو إيجاد حكومة وحدة وطنية اللي هي تغيير المجلس الرئاسي الحالي. إذن الحديث يدور في هذا في هذا في هذا الإطار الضيق اللي هو إطار الاتفاق السياسي، وإحنا نعرف أن الاتفاق السياسي ينص على أن في حالة ما أراد الطرفين اللي هم مجلس النواب ومجلس الدولة تغيير المجلس الرئاسي أن يتفقوا فيما بينهم. غسان سلامة رغم التزامه بهذا الإطار إلا أن ما زال يعني مش واضح، لأن فيه مجلس الدولة في طرابلس، وفيه أيضا مجموعة من النواب المجتمعين في طرابلس، وأعتقد أن حتى هم يسعوا لتمثيلهم بنسبة 13 عضو، وهذا خلل كبير حيكون في الطاولة لأن هذهم طرف واحد كيف ما تعرف. طيب، بالإضافة إلى الإشكالية الأخرى وهي وجود 15 شخص يعني من الشخصيات السياسية أو الشخصيات اللي حب يسميها غسان سلامة بالشخصيات المؤثرة في المشهد الليبي، وهذا ما مازال ما حددش شن هي معايير اختيارهم وشن هي معايير الفعالية ويعني وشن هي معايير الأعيان ولا الحكماء ولا الشخصيات السياسية المؤثرة واللي غير مؤثرة. يعني هل الناس اللي عندها سلاح مثلا، هل اللي تلبس في جرود وطواقي مثلا، هل شنو المعيار؟ يعني ما فيش معيار واضح، وانت تعرف ان الليبيين المسائل هذه تعتبر بالنسبه لهم حساسه وتخلق في مشاكل كبيره يعني ودائما ايضا
دائما سيد الدين ايضا عندنا مشكله، دائما يصير تشكيك في التمثيل. لكن بنسالك على جزئيه اخرى مهمه، وهذا الناس صحيح. نعم، الناس اللي انتخبت مجلس النواب واللي هو اعلى سلطه تشريعيه في البلد. نعم، لو عندك اضافه استاذ ازدين، بس نكمل السؤال هذا ونعطيك وقتك. الناس اللي انتخبت مجلس النواب وهو اعلى سلطه تشريعيه في البلد، وهو الجسم الوحيد الاخير المتبقي المنتخب ديمقراطيا اللي هو يكمل في مسار 7/7 في 2012، البعض عندهم مآخذ وعندهم عتب على مجلس النواب، يقولوا مجلس النواب ليش ما يمسك زمام المبادره ويتصرف كهو اعلى سلطه تشريعيه في البلد منتخبه ديمقراطيا، ويتكلم باسم الليبيين ويمثل مصالح الليبيين وياخذ زمام المبادره ويكون جاد ويمشي ويدير جلساته ويحكي مع العالم ويشتغل شغله الديمقراطي البرلماني. شوف خليل، هذا موضوع جيد للنقاش، لكن موضوع متوسع، ويبدو انك بتعطيني فرصه كافيه اني اتحدث. نعم فيه. طبعا بلا شك. خلينا نتفقوا اولا ان ما فيش حد الليبيين يعني ما يرضوش انه يمثلهم حد الا وفق طريقه واحده، وهي الطريقه اللي اجمع عليها العالم كله. يعني لا تقول لي انت شيخي ولا انا شيخك، هو فرق صوت يحسم من الشيخ. الموضوع ماليش علاقة بالسن، ماليش علاقة بأشياء أخرى أنا ما نبيش نفصل فيها. إذا كان هذا المعيار اللي احنا التجأنا له، فممثلي الشعب الليبي موجودين في البرلمان. ليش البرلمان ضعيف؟ البرلمان فيه ممثلي الشعب الليبي بالكامل، فيه كل التناقضات الموجودة في المجتمع الليبي، كل النزعات، كل المشاكل الموجودة في المجتمع الليبي معكوسة في مجلس النواب بشكل مصغر. وبالتالي مجلس النواب ما هوش شخص واحد، ما هوش كيان واحد، ما هوش رؤية واحدة، ما هوش طرف واحد. وهذا بالتأكيد يعني يراه البعض ضعف، وهذا ما ينفيش أن فيه ضعف حقيقي يعني في مجلس النواب، لأسباب لي هو علاقة بها أو للشخصيات الموجودة فيها علاقة بها أو للظروف المحيطة بالمجلس بالكامل لها علاقة بها. أولا إحنا ما انعقدناش في وضع استثنائي، من أول ما انعقدنا انقسموا جزء من النواب وسموهم المقاطعين، والقصة هذه اللي أنا من كلكم عارفينها يعني. نعم. وأيضا استمرت الخلافات فيما بين في داخل المجلس، شيء منها قبلي وشيء منها جهوي وشيء منها عنصري وشيء منها سمي ما شئت يعني، وشيء منها سياسي كل التناقضات الموجودة هي موجودة في مجلس النواب. بالتالي هذا يعطيك صورة عن الموجود في المجتمع الليبي بشكل عام. يعني المجلس ما هوش شخص واحد، ما هوش رئيس حكومة، ما هوش رئيس دولة صارم حازم ينفذ يفرض رؤيته على الآخرين، ما فيش كلام. هذا في آلية معينة لاتخاذ القرارات، حتى الآلية هذه احنا للأسف الليبيين ما قدرناش نحترموها واجد من البداية. يعني احنا قلنا الأغلبية اللي اجتمعت في طبرق هذه تمثل الليبيين، والأقلية المقاطعة هذه أقلية معارضة، قالوا لا، المجتمع الدولي تدخل وقال لا، احنا الآن الأزمات هذه مش وقت الديمقراطية الأغلبية، احنا نعود لشيء اسمه ديمقراطية التوافق، وقبلنا به على مضض في فترة معينة، واكتشفنا ان الطرف الآخر ما يبيش يعترف به. نعم. او يعترف به حسب مصالحه يعني، جربناه في مناسبات عديدة. الضعف يا اخوي خليل، نعم، ما تقدرش تنسب لشيء معين، شيء واحد. الحالة، الوضع الاستثنائي بالإضافة إلى طبيعة المجالس التشريعية أصلا هي هكذا، ما هيش قوية يعني، ما هيش تختلف اختلاف جذري عن السلطة التنفيذية، سواء كان رئيس حكومة أو رئيس دولة، اللي قرر ويفرض في 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 رأيه ويتحمل في مسؤوليته لوحده يعني. هذا يعني المجلس هو يعني يساير في أغلب تطلعات الليبيين. وإحنا في الحوار هذا راهو الحوار، احنا الليبيين محملينا اكثر من 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 حجمه يعني، يعتقدوا ان الحوار هذا بيأسس تأسيس كامل للدوله الليبيه، في حين ان الامر هذا متروك للدستور في التناقضات، المشاكل، الضغائن، هذه امور ما تقدرش تعالجها بالحوار. الليبيين اليوم كلهم مدفوعين بي 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 في اتجاه واحد، ان من يمثلني في الحوار، لان الحوار هذا فيه كل شيء. لا، ما فيش كل شيء، هذا عباره عن المفروض يحل مشكلة السلطة التنفيذية لفترة سنة أو اثنين، إلى حين ما تترتب بقية المسارات الأخرى اللي هي الدستورية وغيرها. هذه كلها فوضى، أنا مانيش عارف البعثة كيف ممكن تتعامل مع هذا الأمر. طيب، هذه نقطة مهمة. لك يا سيد خليل، بما أنك تحدثت عن نعم. ضعف مجلس النواب، خلي نشير إلى دور السيد غسان سلامة في إسقاط هيبة مجلس النواب، وأيضا إلى دور حتى مش خصوم فقط اللي خاصموا مجلس النواب من أول يوم، حتى الناس اللي كانوا معنا في مجلس النواب
أو القنوات الإعلامية اللي كانت تدعم فينا أو تدعم في الشرعية هي ساهمت في إسقاط هيبة المجلس في عيون الليبيين، وبذل السيد غسان سلامة جهد كبير في هذا الأمر، وعقد تقريبا 70 اجتماع في مدينة في مدن ليبية وفي جامعات ومعاهد وفي قبائل وكذا، وكان شغل الشغل إنه يشوه السياسيين الليبيين ويصفهم بالفاسدين. وبالتالي أنت يعني هذه كلها يعني غسان سلامة اليوم بعد سنتين من 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 رهانة على على حوارات أخرى، حوار في أبو ظبي، حوار في باليرمو، حوار مش عارف وين، أدرك أن الحقيقة يجب أن يعود إلى الأجسام اللي ممكن تمثل الليبيين. نجولي مجلس الدولة، توسيع المشاركة السياسية يمثل حتى هو أيضا طائفة. نعم، توسيع المشاركة السياسية مثلا في أبو ظبي تم اختزال الصراع في طرفين أساسيات القيادة العامة للجيش الوطني والمجلس الرئاسي. بعدين يبدو أن البعثة الأممية رجعت تفكر في توسيع المشاركة السياسية وأن كل الأجسام السياسية تكون موجودة. لا، ويريت حتى اكتفى السيد غسان سلامة بأخذ طرفين يعني، ويقول هذا ما يمثلوا الليبيين كيف ما يعتقد. يريت اكتفى بهذا القدر. هو أصبح يهاجم ويشتم ويسب ويسقط هيبة كل الأجسام وبما فيها يعني نال مجلس النواب النصيب الوافر من شتائم غسان سلامة وتحريضة للمجتمع الليبي على هذا المجلس. يعني أصبح غسان مش مجرد يستنطق في الليبيين، يستنطق فيهم على يحرض فيهم بشكل واضح وإحنا شاهدناه. يعني كلام هذا يعني هذا تقول لي أنت ليش مجلس النواب ضعيف؟ شنو هو مجلس النواب؟ إحنا نحكو على الجسم ولا نحكو على الأشخاص؟ الجسم المفروض ما نختلفوش عليه كلنا، يعني الليبيين ما نختلفوش. الأشخاص أنتقد، صحيح أنتقد كل الأشخاص اللي عنده مشكلة، اللي عنده فساد، اللي عنده كذا أنتقده، لكن حافظ على هيبة المجلس. إحنا حتى القنوات اللي عانا ما حافظتش على هيبة المجلس. بعض القنوات علقت لنا ورقة حمراء وقعدت تعدلنا باليوم 7 6 5 4 3، والنتيجة يعني في الأخير خبطهم الساس يعني كلهم غسان سلامة وغيره. فهذا إحنا ليش إحنا ما ندفعش أصلاً عن المجلس لأني فيه، لكن كل الليبيين مفروض يدافعوا على جسم مش على أشخاص. الأشخاص انتقدهم، انتقد عز الدين قويرب، انتقد فلان، انتقد علان، أي حد انتقده، لكن ما تسقطش هيبة مجلس كامل يمثل في خلاص. هذه رمزية وحدة البلد، يعني ما عادش فيه جسم آخر يمثل رمزية وحدة البلد. نعم، يعني نقاط مهمة جدا سيد الدين. في هل نعم، نقاط مهمة جدا، وتتكلم الآن على كنا على على جسم كنا في إضعاف. نعم، ونحن نتكلم على جسم منتخب ديمقراطيا، أجهزة تابعة للبرلمان. نعم، أعداء خصوم، هذه كما موقفهم معروف ومسبق من الأول. يعني هذا لما تسألني على ضعف المجلس نقول لك ليش، بالإضافة إلى أن عقلية الناس يا أخوي خليل، خلينا نحكم بشكل ما دام حكينا خلينا نحكم كل شيء. الناس نعم، اللي انتخبوا أعضاء مجلس النواب أصلا ما همش منتخبين في ذهنهم، مش أعضاء تشريعيين فقط، هم الفرسان اللي المفروض يجيبوا لهم حقوقهم وينتزعوها نزع، وهم اللي المفروض مش يمشوا غير للمجلس النواب ولا للحوار فقط، مش يجيبوا لهم حقوقهم، المفروض يطلعوا للسحابة فوق ويجيبوا لهم حصتهم من المطر حتى قبل ما تنزل، كان ما جاتش من لهم. فهذا يعني طيب، يعني انت تكلموا على خلل في فهم الوظيفة اللي تؤديها السلطة التشريعية. لكن بسألك على سؤال مهم نستغل الوقت معك، وهذه فرصة كويسة انت موجود معنا سيد عز الدين، نبغى نعرف ايضا مجلس النواب شن هو رأيه بخصوص التدخل العسكري التركي في شكل الأخير. أنتوا تسمعوا وتتابعوا الآن في وصول عدد من المرتزقة الحاملين للجنسية السورية، مقاطع فيديو قاعدة منتشرة، صحفيين غربيين يديروا في لقاءات مع قادة ميدانيين من المرتزقة اللي هم السوريين يقاتلوا مع الوفاق، تقارير لصحف كبيرة، وكالات الأنباء، بلومبرغ، رويترز، سمي ما شئت. طبعا الموقف الرسمي للمجلس أعلن عنه وهو رفض القاطع للتدخل التركي، ورفض للاتفاقية اللي بناء عليها تم هذا التدخل. مجلس النواب يعني ما كانش مش ضد حقوق الليبيين في تحديد الصلاحيات البحرية واللي ممكن يكون عندهم فيها حق صحيح، لكن لا الطرف اللي عقد ومخول بالدفاع عن مصالح الليبيين ولا أصلا الاتفاقية الأمنية المشبوهة المحيطة بها يعني خلت مجلس النواب يعني يوافق على الاتفاقية البحرية، لأن بصراحة استعملت كستار حق الليبيين في المياه الإقليمية، استعمل كستار لتمرير مشاريع أخرى
يعني أرادت تركيا هذه المرة أرادت أن تظهرها في شكل رسمي، على الرغم من أن الاتفاقية هي شيء كاشف للدور التركي وليست منشئ للدور التركي، لأن الدور التركي موجود من 2014 منذ بداية اندلاع الأزمة في ليبيا. كانت تركيا وقطر بالتحديد، يعني كل الليبيين يعرفوا أنها هي داعم لحكومة الغويلد وحكومة الحاسي من قبل، ويعني ما فيش حاجة جديدة تغيرت، إلا أن ليبيا إلا أن تركيا خذت صفة يعني تعتقد أنها شرعية، ارتكزت على نقطة هشة في ليبيا اسمها حكومة الوفاق، ومدت بها جسر تبي تقول أن هذا شرعي وأن تصرفاتي كلها مشروعة. طبعا هذا الأمر سلبياته وإحنا رفضينا بالمطلق، لكن يبدو أن حرك شيء في المياه الدولية وطلع وخرج الجميع عن صمته. كل الدول المتدخلة في الشأن الليبي خرجت بشكل واضح وقالت لتركيا يعني بما معناه يعني وقفي عند حدك وخلي نردوا للليبيين بلك يقدروا يحلوا هم مشكلتهم، وإلا فإن احنا كلنا بنتدخل عسكريا. تركيا ما قدرتش تتدخل عسكريا، بعثت مرتزقة سوريين لتقوية أوراق التفاوض للسيد السراج أو للجماعات الإسلامية اللي قاعدة تأوي فيها واللي الآن ما عادش عندها إلا البقعة الصغيرة هذه في 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 طرابلس. طيب هل نفهم من الحديث السابق؟ استغرب من تركيا. طيب. نعم سيد عز الدين لو تسمع فينا، هل نفهم من الحديث السابق لما تكلمنا نعم. على مسألة تغيير المجلس الرئاسي، إن مسألة تغيير الحكومة حكومة الوفاق حيكون على رأس مطالب مجلس النواب في حال صار من حوارات جنيف؟ هو هذا لب هذا جوهر العملية بالكامل. الآن المجتمع الدولي لما اجتمعوا كلهم يتكلموا عن ضرورة إيجاد حكومة وحدة وطنية. هذا مش كلامي ولا كلام مجلس النواب، هذا كلام الكل عارف أن الأزمة سببها حكومة اسمها وفاق، ما عندهاش من الوفاق إلا الاسم فقط، وأربكت المشهد وعقداتها، وأصبحت بعض الدول يعني اللي تدعم في المرتزقة والإرهابيين تستخدم في شرعيتها الدولية. المجتمع الدولي تنبه إلى أن 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 شرعية اللي منحها للحكومة هذه أصبحت شرعية خطيرة، أصبحت شرعية إرهاب. يريد أن يتنصل من هذه المسؤولية بأن يعني يحد من تدخلات بعضه، ويترك فرصة للليبيين أنهم يعاودوا صياغة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي جديد، حكومة تكون حكومة وحدة وطنية بالفعل، يعني مش حكومة. إحنا نعرف حكومة السراج اليوم يعني كأقصى تقدير ممكن صلاحيات مجلس بلدي في طرابلس المركز حتى، أو مجموعة معينة. يعني إحنا ما نبوش، إحنا نعرفوا شنو الطريقة اللي تتعامل بها حكومة السراج من أول يوم دخلت فيه، ونعرفوا بيان الهيئة الطرابلسية، والليبيين إذا كان نسيوه يرجعوه، فيه كلام عنصري خطير جدا من أول يوم دخلت فيه. بالتالي إحنا نفضنا منها يدينا، عرفناها ولا احترمت الاتفاق السياسي، ولا البعثة اللي كانت تدعم فيها احترمت الاتفاق السياسي والترتيبات الأمنية اللي تقول أن طرابلس يجب أن تكون خالية من المظاهر المسلحة وأن تكون بأصالح لعمل الحكومة. كل هذا ضربوا به عرض الحائط، حتى وزراء الخارجية الدول الكبرى اللي أول أمس اجتمعت في برلين كلهم نزلوا بعد نزول فايز السراج لطرابلس بيومين أو ثلاثة يدعموا فيه، كلهم يعني رفعوا السلوم بالعرض. نعم اليوم طيب. أدركوا بأن ما فيش حل آخر، لا يمكنهم أن يحكوا على حكومة وفاق وطني، وأن شرعيتهم الدولية رأي أصبحت يعني مثار للسخرية، وأصبحت ذريعة لتدخل إرهابيين وضخ إرهابيين في ليبيا. هذه الحقيقة. طيب في عندنا دقيقتين أخيرة معك سيد عز الدين غويرب، والوقت طبعا عندك دقيقتين أو دقيقتين ونص. من جديد إذا عندك إضافة بخصوص حوارات جنيف، شن المتوقع، شن هو المأمول، وأيضا بخصوص دور البعثة الأممية، وهي طبعا معروف أنها تم التمديد لها لعند شهر سبتمبر الجاي لعند شهر 9 الجاي. البعثة أولا عليها أن البعثة والمجتمع الدولي أو الدول المتحكمة في مشهد مجلس الأمن عليها أن تكون حاسمة قبل أن إحنا نتحدث في الحوار السياسي في موضوع إطلاق النار، وقف إطلاق النار. هل هذا الوقف، حتى الأطراف اللي إحنا نمثل فيها المفروض يقولون لنا، يعني هل الوقف هذا جدي؟ هل هو أمر يعني مفروض عليهم وما هوش نابع من قناعاتهم مش من تلقاء أنفسهم يعني، وبالتالي راهو حيشهد خرق وممكن تنهار الهدنة؟ هذه عملية متروكة للأمم المتحدة وللدول اللي تقدر تدير دور، بالإضافة إلى لجنة الخمسة زائد خمسة. إحنا السياسيين عندنا ما عندناش علاقة. إذا تم تثبيت وقف إطلاق النار تبدأ العملية السياسية وتنبعث من جديد، بعدين نحكو عن مشاكل العملية السياسية وعن
عن التوازن اللي المفروض يكون على الطاولة. يعني إذا مثل السيد غسان سلام الطرف الآخر بمجلس الدولة فهذا يكفي، لا ينبغي أن يمثله أيضا بمجموعة النواب المجتمعين في طرابلس، أو يختار يمثلهم بمجموعة الأعضاء المجتمعين في طرابلس ويتنحى مجلس الدولة على جنب. ونحن نشوف اليوم في الانقسامات والانشطارات اللي قاعدة تصير، لأن الموضوع فيها أصبح حوار، لأن عقلية الناس هذوما للحوار عقلية مغانم ومكاسب. شفنا عبد الرحمن السويحلي اليوم كيف بدأ يخلق في تيار آخر جديد، وهو في الحقيقة يبحث عن 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 مصلحة مدينة معينة وعانينا منها في السابق عن طريق النواب المقاطعين، نواب مصراتة اللي فرضوا السيد معتيق. وتعرف أنت وما نبيش نذكرك ونذكر الليبيين بقصة الإقليم الرابع اللي ظهرت في ليبيا بناء على هذا على هذه الوضعية. بالتالي الحوار لازم يكون جاد، لازم تمثل أجسام سياسية، لأن لو بتمثل أجسام عسكرية معناها إحنا نطلق في سباق تسلح في ليبيا. يعني أنت اللي عندك سلاح تعال قعمز على الطاولة وخذ وزير، والوزير يزيد يقوي سلاحك وتزيد أنت تتقوى، والضعيف يزداد ضعف والقوي يزداد قوة من مال الدولة، وهكذا معاش تطلع معاش نطلع منها الفزورة هذه. إذا كان غسان سلامة ما كانش جاد في التعامل مع دعوة اللي يدير فيها السيد عبد الرحمن السويحلي والناس اللي موقعين له من مصراتة، ويبوا بدل ما يسافر من طبرق بين طبرق وطرابلس يهبط كيف ليون المرة الأولى ضروري يمشي لمصراتة، وبعدين ممكن تطلع الزنتان، وبعدين ممكن تطلع مشكلة. يعني خلاص يكفي زمان. نعم. كوبلر جاء حتى لعند جذران. طيب. وفعلا تمثل جذران في المجلس الرئاسي، كل اللي عنده حديدتين مصديات قعد عنده نائب في المجلس الرئاسي. أي ديمقراطية يدافع عليها الناس هذوم؟ أي دولة مدنية يدافع عليها الناس هذوم؟ إذا كان الليبيين مش سواء، إذا كان الحكومة بتتشكل بناء على شن عندك من قوة عسكرية، تعال خذ وزراء والوزراء حيجيبوا لك أموال وسلاح وأنت تزيد تتقوى والناس الثانية تزيد تضعف، تين دولة تحكوا عليها أنتم؟ إذا كان غسان سلامة مازال مصر وماشي في الاتجاه هذا، فإحنا راو قدام منعطفات خطيرة جدا راه. هذه طيب فرصة بالنسبة للحوار. طيب سيد عز الدين، لكن الواضح أنهم يبوا يسحقوها. نعم، للأسف طبعا دهمنا الوقت، تمنينا نأخذ معك وقت أكبر. سيد عز الدين غويرب النائب في مجلس النواب، سعداء جدا طبعا ممتنين من جديد لقبولك الدعوة سيد عز الدين، شكرا لكل هذه التفاصيل ولنقاشك وحوارنا التفاعلي معك. دهمنا الوقت مشاهدينا الكرام، خلوني نذكر من جديد ونذكر من جديد ونشكر ضيفنا الصحفي والمحلل السياسي السيد باسل ترجمان اللي كان معنا ايضا في نقاشنا على حوارات جنيف، والشكر لكم طبعا مشاهدينا الكرام. تحياتي انا خليل الحاسي، تحيات فريق عمل برنامج دبلاد، نتمنى لكم امسيه طيبه.